في البداية نحمل الطرد ذلك نضيف قليلا من الماء ونتركه حتى يجف. ثم نضع بذرة فوق نطبع فوق البذرة وأخيرا نضيف الماء حتى ينضج. وغدا تكبر هذه الشجرة تبقى معنا صيف شتاء تعطي زهرا تعطي ثمرا تهدي ظلا للأصحاب تبقى ذكرى للأحباب تبقى أملا طول الزمن وبها يزهو دوما وطني. صاحت سلمى يا أطفال قوموا واجتمعوا في الحال قالت هيا نحفر حفرة.